السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم أعزائي طلاب الصف الثامن، وصلنا إلى حل تدريبات صور المبتدأ وصور الخبر. أكمل الجمل الآتية بخبر مناسب، إذا مطلوب منا إكمال بالخبر. سريعا قبل أن نأتي للحل، قلنا الخبر لديه صور التي هي اسم ظاهر مفرد، كلمة واحدة، جملة فعلية أو جملة اسمية، شبه جملة من الجار والمجرور، أو شبه جملة من شبه جملة ظرفية. الخبر قلنا يتقدم على المبتدأ إذا كان نكرة وكان الخبر شبه جملة. الطبيعة خلابة، هذا خبر اسم ظاهر. السعادة كنز، هذا اسم ظاهر. علم وفير، انظر، علم وفير. إذا الخبر سيتقدم، إذا أنا بحاجة لخبر شبه جملة، مثلا في الجامعات علم وفير، هذا هو المبتدأ يا ثامن، وهذا الخبر. الشاعرات مجيدات، الشوارع فارغة، في الحظيرة حصان. عين الخبر مبين الصورة التي جاء عليها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ما به، ماذا أخبرنا عنه؟ ولي، إذا هذا اسم ظاهر، هاي الخبر. الذين كفروا ما بهم؟ أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت، جملة اسمية. أولئك ما بهم؟ أصحاب النار، أصحاب النار هم فيها خالدون. خبر مفرد أو اسم ظاهر. الطب مهنة إنسانية، مهنة اسم ظاهر، اكتب خبر اسم ظاهر. احترام الرأي الآخر دليل الرقي، رقيا فكري، احترام الرأي دليل رقي، إذن خبر اسم ظاهر. الفنان يصور واقع المجتمع، الفنان يصور، خبر جملة فعلية. الصدق يألفه الكريم، خبر جملة فعلية. الأردن تاريخه عريق، خبر جملة اسمية. انظر، لدي ضمير متصل بالمبتدأ يعود على الأردن. الظلم مرتعه وخيم، أيضا خبر جملة اسمية. ولي وطن آليت ألا أبيع، ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. لي وطن، لي خبر جملة شبه جملة من الجار والمجرور. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. أعتذر، أيضا خبر شبه جملة. فوق مؤسساتنا علم، فوق مؤسساتنا، خبر شبه جملة ظرفية، مش فوق ظرف يا ثامن. في الاتحاد قوتي، خبر شبه جملة من الجار والمجرور. استخرج ركني الجملة مبينا الصورة التي جاء عليها كل منهما. كل معروف صدقة، كل مبتدأ، صدقة خبر، الصورة اسم ظاهر لكليهما طبعا. الموظفات مخلصات، مبتدأ خبر، أيضا اسم ظاهر. لاعبو الفريق الوطني ماهرون، مبتدأ خبر، أيضا كليهما اسم ظاهر. الولدان حريصان، الوالدان حريصان، مبتدأ وخبر
اسم ظاهر. وفي النفس حاجات، حاجات مبتدأ اسم ظاهر. في النفس خبر شبه جملة من الجار والمجرور. أنا من مياهك قطرة، أنا قطرة. أنا مبتدأ ضمير منفصل، وقطرة خبر اسم ظاهر. بين الجوانح شوق مبتدأ اسم ظاهر، وخبر شبه جملة ظرفية. نكمل سوية. عدد الإعجابات التي نالتها تغريدتي كبير. عدد الإعجابات راح تكلمس، طب المبتدأ هو مش نكرة؟ لا مش نكرة، لأنه معرف بالإضافة، صح؟ نتذكر القاعدة بسابع. إذا مبتدأ اسم ظاهر، كبير خبر اسم ظاهر. العفو عند المقدرة، العفو مبتدأ اسم ظاهر، عند المقدرة خبر شبه جملة ظرفية. تدريب 4 هو لك، اضبط ما تحته خط الضبط يا ثامن. مثل المؤمنين إذا اشتكى منه عضو. الأردن وفلسطين. التدريب 6 هو لك، جملة اسمية خبرها مفرد، الشمس ساطعة، سأساعدك. جملة اسمية خبرها جملة فعلية، محمد يدرس بجد. جملة اسمية خبرها جملة اسمية، عجلون قلعتها شامخة. جملة اسمية خبرها شبه جملة ظرفية، فوق الطاولة كتاب. جملة اسمية خبرها، اوكي في عنا هنا جملة تقدم المبتدأ على الخبر، مش مشكلة، هاي صح وهاي صح، نروح نعمل كمان واحدة. جملة اسمية خبرها شبه جملة من الجار والمجرور، وحنحط كمان جملة هنا، الكتاب فوق الطاولة. جملة اسمية حكينا خبرها شبه جملة من الجار والمجرور، القلم بيدي. جملة اسمية تقدم المبتدأ على الخبر، على الأشجار عصافير. حول الخبر المفرد إلى جملة فعلية مرة وجملة اسمية. الحقل مثمر الأشجار، الحقل أثمرت أشجاره، الحقل أشجاره مثمرة. التطور متسارع الخطى، التطور تتسارع خطى، والتطور خطاه متسارعة. تكمل أنت البقية. عين الخبر الذي تقدم على المبتدأ فيما يأتي. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من الناس شبه جملة من الجار والمجرور. من يقول هنا، من اسم موصول مس، هذا هو المبتدأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة. في يوم الجمعة، يوم الجمعة شبه جملة من الجار والمجرور، طبعا خبر مقدم، وساعة هي المبتدأ مؤخر. نكمل. بين الأصدقاء مودة. بين الأصدقاء خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. تكمل البقية واجب يا ثامن.
أقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه: العيش المشترك مطلب ينشده الجميع أفرادا وجماعات، فهو يشيع المحبة والتسامح بين الناس، والأردن في مقدمة الدول التي ينعم فيها المواطنون المقيمون بالعيش المشترك بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللغة، حتى غدا نموذجا يحتذى في ترسيخ هذا المبدأ. ما أثر العيش المشترك؟ أثره أنه يشيع المحبة والتسامح بين الناس. إذا هذا سؤال واحد. استخرج من النص خبر جاء على صورة جملة فعلية: يشيع المحبة، هو يشيع المحبة، إذا هو يشيع المحبة. خبر شبه جملة من الجار والمجرور، طبعا هي الخبر الأول: الأردن في مقدمة الدول، في مقدمة الدول. خبر مفرد مطلب. نذهب إلى الإعراب ونعرب سويا: الرحمن مبتدأ مرفوع بالضم، علم القرآن علم فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، القرآن مفعول به منصوب. طيب هذا مبتدأ، يعني ايش عندي؟ اكتب معي يا ثامن: الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. العلم يبني، العلم مبتدأ، يبني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة، هكمل لك الإعراب هون، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. للطريق آداب، اللام حرف جر، الطريق اسم مجرور، شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. آداب مبتدأ، طبعا رفع خبر المبتدأ طبعا مقدم، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم. المكتبة، هاي الجملة واجب لك يا ثامن. هيك بنكون خلصنا القاعدة حل أسئلتها. يعطيكم ألف عافية، دمتم سالمين.